احتفلت سفارة الجمهورية الإيطالية لدى الأردن بالعيد الوطني الإيطالي بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي والعربي ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع من المدعوين. وبعد عزف السلام الملكي والوطني للبلدين، ألقى السفير الإيطالي جيوفاني براوزي كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات التي تربط الأردن وإيطاليا في كافة المجالات، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيطالي إلى المملكة والتقى فيها جلالة الملك عبد الله الثاني. إن هذا هو آخر احتفال لنا بالعيد الوطني الإيطالي في الأردن. سنعود إلى روما في شهر أيلول. سنعود إلى روما في شهر أيلول. وبهذا نكون قد عينا مسيرة ثلاثة. وبهذا نكون قد أنهينا مسيرة 3 سنوات. ستبقى لنا ذكرى نحملها في قلوبنا. وكان لدينا شرف بأن قمنا بكتابتي. وكان لدينا الشرف بأن قمنا بكتابة تاريخ مشترك مع بعضنا البعض. كان لدينا الشرف بأن عشنا في بقعة من الأرض المقدسة. قمنا بالمشاهد مع حماتي في مشا ريهاما والتقينا بشكاز رهين. قمنا بالمساهمة في مشاريع هامة والتقينا بأشخاص رائعين. أنشينا صدق صدقت ولا مزنا كرام أشبيل أردني وعيشنا بميل إتهرام كرامات الإنسان. أنشأنا صدقات ولمسنا كرم الشعب الأردني وعشنا بملء احترام كرامة الإنسان. نشكركم جميعاً، عاش إيطاليا وعاش الأردن. نشكركم جميعاً، عاش إيطاليا وعاش الأردن.